وهاي المنطقة بالحقيقة بحاجة لتنمية، يعني بحاجة لمشاريع نشتغل فيها مشاريع زراعية، كونها هي منطقة زراعية يعني تعتبر ريف لمدينة غازي عين تاف، فالمشاريع الزراعية تنجح فيها بشكل كتير كبير. الان نقول لهم انا مثلا عم اشتغل بالمنحل، مثلا حدا مثلا بدي مثلا اخذين نحل مثلا بيجي بيطلعوا مثلا بيستفادوا مني وشغلات، مثلا نقول لهم تعال مثلا يا اخي مثلا اخذت النحل ما بتعرف فيه ما بتفهم فيه، تعال تعلم معي مثلا، روح ويجي معي مثلا بروح. عملية وضع خلايا النحل بمنطقة زراعية راح تفيد بعملية، راح تساهم بنسبة يعني لا بأس بها بزيادة الاستثمار الموجود بالمنطقة، كون المعروف عند النحل بينقل غبار الطلع من مآبر زهرة للمياسم الزهرة الثانية، فراح يستفيد في هذا المجال بشكل كتير كبير. راح نحقق انه راح نعطي عسل زيادي، وراح ننتج وراح نسوق لمدينه الاصلاحي ونسوق لغازي عين تاف وحتى لاسطنبول. وقفي هيك، خلي هاي الجهه، خلي هاي الجهه لعندك. لا لعندك.